انا مبسوطه قوي ان حضرتك جيتي. انا كمان مبسوطه ان اتعرفت عليكي، انت حلوه ورقيقه قوي. متشكره. شكرا. على فكره بقى انا ممكن اجيلك كل يوم. انا قلت برضو، انا قلت بضحكه سوسو فيها ست. انت جيتي هنا ازاي؟ اللي يسال ما يتوهش. قول صباح الخير. طيب صباح الخير يا ليلى. طب خير يا ست، في حاجه حصلت؟ جيت اجيب لك التليفون اللي نسيته. معقوله ست تيجي لحد هنا عشان تديني التليفون برضو؟ مش التليفون بس، في حاجه اهم بكتير. ايوه في حاجه اهم بكتير، جيت عشان اجيب لك الفطار. عارفه انك بتنزل على لحم بطنك وبقالك يومين مرهق ووشك مخطوف. طيب فين الزمزميه؟ جبت الزمزميه؟ شفتي مش قلت لك؟ قلت لها ايه؟ قالت لك ايه يا ست؟ ما بناخدش منك غير تريقه. اه ده انت واضح بقى ان انتوا بقالكوا كتير عمالين تتكلموا مع بعض. لا مش قوي، بس اول ما جيت ليلى كتر خيرها قعدتني معاها في المكتب. على فكره طلعت احلى من وصفك بكتير يا دودو. ست حبيبتي ايه رايك اطلب لك عربيه بقى ترجعك البيت؟ يلا حبيبتي. ايه يا ولا، هو انت عايز تخلص مني ولا ايه؟ انا عامله حسابي نفطر سوا. كمان عايزين نفطر مع بعض؟ مش عايز تفطر معايا يا دودو؟ لا طبعا، ازاي يا حبيبتي نفطر طبعا، ايه المشكله؟ طيب ايه رايك نفطر عندي في المكتب؟ فين بقى الموزه الحلوه اللي كلمتني عنها؟ اسمها كارمن صح؟ لا قصدي كاميليا. ايوه كاميليا صح. برافو عليك، قلت لي كمان ان انت طرفت لها عليها. أيوة لما كنتوا قاعدين جنب بعض. حبيبتي حبيبتي معلش انا تعبنيكي. لا لا ابدا ولا تعب ولا حاجه، يا ريت حضرتك تيجي تاني. هجيلك كل يوم. اه طبعا انت ما صدقتي. شويه بقولك ايه، في علبه لبن وكيس كاندي تحت في الريسبشن، شكلك نسيتهم وانت بتنفخ في عين كاميليا. طب يلا يا حبيبتي يلا عشان نروح نفطر في المكتب عندي. يلا الشنطه متسربع كده ليه؟ يلا هجيلك يا ليلى تاني. يا ريت. باي باي. حبيبتي انت تكلموا في ايه كل ده؟ انت شكلك يعني بهدلتيني على الاخر قدامك. بقولك ايه، انا مش همشي قبل ما اشوف الغلس اللي اسمه ادري ده. والله العظيم هترفض بسببك. يلا إيه حبيبتي. طب خد الاكل يا ستو. الورق اللي انت طلبته. شكرا يا ليلى. ايه اخبار الفطار؟ كان حلو؟ سندوتشات عجبتك؟ شبعت؟ شربت اللبن؟ انت هتستلميني بقى، حقك طبعا يعني لازم تتسلي عليا بعد اللي حصل. يعني مش هكذب عليك، هي فرصة. مش مردودة لك. انت بتدور على شقة؟ اه بدور على شقة تكون قريبة من المكتب عشان خاطر ستو. اه ده احنا السندوتشات عجبتنا قوي. لا مش عشان هي تيجي كل شوية، لا عشان انا بقى قريب منها يعني. وبعدين بصراحة نفسي اخليها تعيش في شقة احلى واكبر. يعني نفسي ارد لها جزء من اللي هي عملته معايا. ايه رايك في الشقه دي؟ جميله، بس هو مكتوب ان هي في الدور السادس. هتعمل ايه بقى لو الاسانسير عطل؟ اه صح. قصدك يعني تبقى دور ارضي يعني؟ ماشي. ايوه برافو. في حاجات كده معينه بنسيب الستات هي اللي تعملها. يا سلام. طبعا. طب اتفضلي وريني. هوريك دلوقتي. اه يا ليلى انا رايح الشقه اهو. بيت ايه؟ في ايه يا ليلى؟